مرحبا. تيكن 3 او تيك 3 زي ما اجى بالبوستر، الفيلم اللي راح احكي عنه اليوم. زي ما تعودنا على ليام نيسن من الجزء الاول والجزء الثاني، اللي بيقرب منه او من عيلته او بيدعسله على طرف راح يندم. ليه؟ لانه ليام نيسن عنده مجموعه من المهارات الخاصه تعلمها على صغر. هاي المهارات راح يوظفها عشان يدور على الناس اللي اعتدوا عليه ويلاقيهم ويقتلهم. محور القصة بدور حوالين ليام نيسن اللي بتلفق له جريمة قتل. شخص جدا عزيز على ليام نيسن بهذا الفيلم بنقتل وبموت، والشرطة بتبلش تدور على ليام نيسن، فهو من جهة بده يهرب من الشرطة ومن جهة ثانية بده يحل هذا اللغز، بده يعرف مين اللي لفق له هاي الجريمة. النهفة بالموضوع انه المفروض انه يبين انه لغز، واحنا نتساءل يا ترى مين القاتل؟ مين اللي لفق لليام نيسن هاي القضية؟ مين المجرم الحقيقي؟ بس فعليا اذا بتطلع على فيلم، شيل الشخصيات الرئيسية على جنب، شيل ليام نيسن على جنب، شيل عيلته على جنب، شيل الشرطة على جنب، ما بضلش عندك غير شخص واحد، وإحنا المفروض إنه نستاهل مين القاتل. بس كل هذا الحكي مش مهم، المهم إنه نحس بالتوتر والقلق والخوف على ليام نيسن، لأنه الشرطة قاعدة بتلاحقه. وعشان الفيلم يوصل لنا مشاعر الخوف والقلق والتوتر هاي ونحس مع الشخصية أكتر، لابد إنه يكون الشخص اللي بيلاحق ليام نيسن على قدر عالي من المسؤولية والمهنية. المحقق اللي بده يمسك ليام نيسن يكون أفضل شخص في تاريخ السينما بيأدي دور رجل العدالة الأول. ومين أفضل من تومي لي جونز؟ يقدر ياخذ صوت ثاني. فورست ويتكر. فورست ويتكر بهذا الفيلم بيكون فعليا على قدر عالي من المهنية ومن المسؤولية، وبيقدر يوصل لنا الإحساس المفروض أنه يوصله من خلال السكريبت الهامل اللي عطوه إياه. يعني الزلمة عمل اللي عليه وما قصر يعني. وبهذا الفيلم نشوفه دائما معاه حجر شطرنج يدل على الذكاء، إشي طبيعي لأنه لازم، أنت محقق بهوليوود لازم يكون معك إشي يخليك يعني تركز. فبكون معاه حجر شطرنج ومطاطة. مطاطة ما بعرف ليش، بجوز عشان مرونة أكتر، يعني حس بنوع من أنواع المرونة، أو بجوز لأنه بتيكن 3، لأنه ليام نيسن ما بيمشي معاه هذا الشطرنج، مطاطة ما بيمشي معاه هاي الأمور. ليام نيسن هذا، ليام نيسن بهذا الفيلم تفوق كثير على حاله. At 23 he joins the special forces. He's a trained sniper. An explosives expert. No service record, no discharge record, nothing. This guy right here, he knows how to disappear. لأنه بهذا الفيلم منشوفه انتقل من مرحلة لمرحلة تانية، صار من بني آدم عادي كبير بالعمر عنده مجموعة من المهارات والسكيلز، صار سوبر هيرو. بهذا الفيلم أنا بأكد لك من خلال مشاهد الأكشن الموجودة، في على الأقل مشهدين، واحد منهم موجود بالتريلر. هذا المشهد بكون عند كراج سيارات، بصير في انفجار. بهذا الانفجار 100% ليام نيسن مات، قتل، واضح. اللقطة اللي بعد هذا المشهد بالضبط، اللقطة اللي بعديها بنلاقي لسه دخان الانفجار موجود والسيارات والنار، وليام نيسن قاعد بيحكي تليفون. طيب يا عمي انت شو اللي طلعك من الدوار السادس للدوار الاول هيك؟ مش مهم، المهم انه نعرف انه ليام نيسن بهذا الفيلم ما بموت. اما الاخراج والمخرج اوليفر ميجاترون هو نفس المخرج تاع الجزء الثاني، وفهم اللي بدك اياه من هاي النقطة. أما مشاهد الأكشن فراح نشوف أنه المشهد مأخوذ، مشهد واحد مأخوذ من أكثر من زاوية، وفي واحد من المشاهد أنا عديت له لحد ما وصلت ل 17 زاوية لنفس المشهد. يعني على سبيل المثال إذا بتشوف سيارة، مطاردة سيارات، واللقطة جاية على سيارة، فراح نشوف بوز السيارة والشبابيك والمري والناس اللي قاعدين جوا السيارة، كل هذا الحكي بأقل من 3 ثواني من زوايا مختلفة. بمعنى آخر ما راح نشوف إشي. بس إذا خطر على بالك مين تيكن، سؤال منطقي، مين تيكن؟ بالجزء الأول بنته كانت تيكن، بالجزء الثاني مرته كانت تيكن. طب بالجزء هذا مين تيكن؟ فيلم فيوجيتيف تيكن، أخذوا نفس القصة وغيروا الممثلين وغيروا اسم الفيلم وعملوه تيكن 3 أو تيك 3 زي ما حطوا على البوستر. وكمان للأسف كمان مرة مصاريك استيكن، آسف أني أكون أنا اللي قاعد ببلغك هاي الرسالة، لكن مصاريك استيكن،
خصوصا انهم كتبوا على البوستر it ends here، كل شيء راح ينتهي هون، هذا اخر جزء. ولما تتفرج على الفيلم راح تحس انه مش راح تحس، هو اكيد موجود، ما يعني واضح المشهد، في سيت اب، في تجهيز لجزء رابع، فمصاريك از تيكن. تيكن 3 مش احسن من تيكن 1، بس بالتاكيد احسن بكثير من تيكن 2، بس هذا كمان ما بمنع انه الفيلم بخزي موفي. ولا والله.